وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا من معبر أرقين الحدودي مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية، يعني بالتأكيد العديد من الجهود التي تبذلها السلطات هناك لتوفير التسهيلات للمصريين والسودانيين وأيضا الجنسيات الأخرى الهاربة من الاشتباكات في السودان، صف لنا الوضع لديك. تحياتي لكما ولكل متابعينا من داخل إحدى صالات الوصول بمعبر أرقين البري الحدودي، حيث تشهد المعابر المصرية حالة من السيولة والهدوء في حركة الوافدين مع استمرار عملية إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية إلى المدن المصرية عبر معبري أرقين وقسطل البريين. إذا تحدثنا أيضا مع هذه العملية، هناك جهود مصرية متمثلة في العديد من الخدمات اللوجستية والطبية المستمرة في تقديمها عبر الهلال الأحمر المصري، وعبر أيضا عربات الإسعاف، وعبر أيضا تقديم الخدمات الطبية المختلفة، عربات الإسعاف والعيادات المتنقلة. ولو تحدثنا أيضا عن العديد من الوجبات والعصائر الخاصة بالموقع الذي يتواجد به، وأيضا حالة الطقس وطبيعة الأجواء هنا. أما عن ما يقدم من أيضا خدمات من المجتمع المدني والعائلات والقبائل المصرية أيضا التي تقوم على فتح المنازل وتقديم الوجبات الخفيفة، تقديم الأطعمة، أيضا هناك المراكز الإغاثية الخاصة بالهلال الأحمر، هناك المستشفى الميداني. العديد من الخدمات المستمرة من قبل الدولة المصرية المقدمة. لكن حتى اللحظة التي أتحدث فيها الآن، المعابر المصرية مفتوحة على مدار ساعات اليوم في استقبال الوافدين من الأراضي السودانية إلى مصر، وتقديم كافة المساعدات الخاصة بسواء لوجستية أو طبية أو إنسانية بفتح المنازل لاستقبالهم. هذا هو المشهد، حالة من السيولة والهدوء في حركة الوافدين مع استمرار فتح المعابر المصرية أرقين وقسطل البريين. تقريبا رامي، يعني كم عدد الفرعين أو الذين يستقبلهم المعبر، معبر أرقين، الوافدين، سواء من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات الأخرى بشكل يومي؟ نعم، نحن نتحدث عن أكثر من أو ما يقترب من 70,000 من الوافدين والفارين من الاشتباكات السودانية. لو تحدثنا أيضا عن ما يقرب من 8,000 تلقوا الخدمات الطبية، والخدمات الطبية هنا متنوعة ما بين خدمات عاجلة وفورية وإسعافات، حقائب إسعافات أولية، أو أيضا خدمات طبية خاصة بالحالات الحرجة التي تنقل إلى مستشفى أبو سمبل الدولي أو مستشفى أسوان. هذه الحالات التي يتم معها بشكل فوري مع أيضا وجود الحجر الصحي في كلا المعبرين. تحدثنا عن المستشفى الميداني في قسطل، وأيضا عن المراكز الإغاثية والفرق الطبية المتحركة والعيادات المتنقلة في معبر أرقين. نتحدث عن أعداد تقارب 70,000 من الوافدين من الأراضي السودانية بمختلف الجنسيات. هذه هي الإجابة على سؤالك. طبعا يعني تتحدث طبعا بشكل عام إجمالي عدد من استقبلتهم معبر أرقين وقسطل 70,000. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من معبر أرقين.